ماذا سيحدث لو انفجر القمر؟ في هذا الامتداد الشاسع للكون هناك عدد قليل من الأشياء التي تتمتع بنفس القدر من السحر الذي يتمتع به القمر. لقد أثر وجوده الهادئ البشرية على مر العصور، ومع ذلك دعونا نبدأ في تجربة فكرية، رحلة كونية لاستكشاف العالم الذي لا يمكن تصوره، حيث ينفجر القمر إلى أجزاء مما يغير نسج عالمنا إلى الأبد. دعونا نستكشف عدة سيناريوهات والعواقب المحتملة. تصور هذا عرض للألعاب النارية السماوية الساحرة، بينما يستسلم القمر لموته المتفجر يتحول سطح القمر الذي كان هادئا في السابق إلى سيمفونية متتالية من الحطام القمري، وتنتشر الشظايا المتلألية في كل الاتجاهات، مما يخلق مشهدا مذهلا من الضوء والحركة يأسر عيون علماء الفلك المحظوظين الذين شهدوا هذا الحدث الكوني. سينكشف المشهد على خلفية عالمنا الفسيح، حيث ستشكل بقايا القمر نسيجا ساحرا من قصاصات الورقة السماوية. سيجتاز الحطام الظلام وستكون مساراته محكومة بقوانين الفيزياء والجاذبية. مثل هذا العرض الاستثنائي سيكون بمثابة تذكير قوي بالطبيعة الديناميكية والمتطورة باستمرار لكوننا. لجاذبية القمر تأثر على محيطاتنا، فهو القوة الأساسية وراء المد والجذب. ومع ذلك فإن الطمس المفاجئ للقمر من شأنه أن يعطل هذا التوازن الدقيق ويطلق العنان لاضطراب المد والجزر على كوكبنا. وبدون وجود القمر المستقر فإن إيقاع المد والجزر سوف يصبح في حالة من الفوضى، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على النظم البيئية الساحلية والحياة البحرية والمستوطنات البشرية على طول شواطئ العالم. إن غياب مرساة الجاذبية من شأنه أن يسبب الفوضى في أنماط المد والجزر التي كان من الممكن التنبؤ بها في السابق، وستشهد المناطق الساحلية فيضانات غير منتظمة، مما يؤدي إلى فيضانات في مناطق غير متوقعة، وسوف ينقلب التوازن الدقيق بين الأرض والبحر رأسا على عقب، مما يعيد تشكيل الخطوط الساحلية ويشكل تحديا للتكيف البشري مع تغيرات المد والجزر. لقرون طويلة ألهم توهج القمر الأثير الرهبة وأثار خيال الشعراء. لقد ساهم في تشكيل سلوك عدد لا يحصى من المخلوقات الليلية، مما أثر على طقوس التزاوج والملاحة والدورات البيولوجية. ولكن في عالم لم يعد فيه القمر موجودا فإن انسجام هذه الإيقاعات القمرية سوف يتلاشى. ستجد الحيوانات الليلية نفسها مشوشة وساعاتها الداخلية المضبوطة بدقة في حالة من الفوضى. سيتم إسكان اللحن اللطيف الذي كان يوجههم في مساعيهم الليلية في ضوء القمر، وسوف تتعطل أنماط الهجرة وطقوس التزاوج وتزامن الدورات الإنجابية مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على النظم البيئية والتوازن الدقيق للطبيعة. إن سماء الليل هي لوحة أبدية من النجوم والأجرام السماوية ستخضع لتحول عميق في غياب القمر. سيختفي الوجه المألوف الذي زين عدد لا يحصى من الأمسيات المضاءة بالنجوم، تاركا وراءه رقصة بالية كونية متغيرة. إن غياب القمر سيوفر فرصة لمشاهدة الكون في ضوء جديد. سيعد علماء الفلك معايرة تلسكوباتهم لدراسة أعماق الفضاء دون تدخل من سطوع القمر. إن غياب ضوء الشمس المنعكس من شأنه أن يكشف عن المجرات البعيدة والسدم والعجائب السماوية الأخرى بوضوح أكبر. ستصبح سماء الليل ساحة لعب واسعة لعلماء الفلك، وتدعوهم لاستكشاف أعماق كوننا بشكل لم يسبق له مثيل. بالإضافة إلى جاذبيته الجمالية والشاعرية، يلعب القمر دورا حاسما في تثبيت الميل المحوري للأرض المعروف باسم الميل. يعد هذا الاستقرار أمرا حيويا للحفاظ على أنماط وفصول مناخ الكوكب. وبدون تأثير جاذبية القمر فإن محور الأرض سيصبح غير مستقر، مما يؤدي إلى تقلبات مناخية شديدة وغير متوقعة. إن غياب الميل المحوري المستقر من شأنه أن يؤدي إلى تحولات جذرية في أنماط الطقس العالمية. يمكن أن تشهد المناطق المعتادة على المناخ المعتدل تقلبات مفاجئة وشديدة في درجات الحرارة، في حين قد تواجه مناطق أخرى فترات طويلة من الحرارة الشديدة أو البرودة، وسوف يتعطل التوازن الدقيق بين الفصول، مما يمثل تحديا للممارسات الزراعية ويؤثر على إنتاج الغذاء العالمي. إن انفجار القمر لن يغير بيئتنا الأرضية فحسب، بل سيخلق أيضا تهديدا جديدا في مجال استكشاف الفضاء. ستشكل بقايا القمر سحابة كثيفة من الحطام، مما يشكل خطرا كبيرا على الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والبعثات الفضائية المستقبلية. بقايا القمر
التي تتراوح من شظايا صغيرة إلى قطع أكبر ستملأ مدار الأرض. ومن شأن الاصطدامات مع حقل الحطام هذا أن تصبح مصدر قلق دائم للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية، مما يزيد من خطر حدوث أضرار كارثية. إن ازدحام الفضاء المداري سيتطلب تخطيطا وتنسيقا دقيقا لضمان سلامة الأجسام التي يصنعها الإنسان والتي تعبر هذه المنطقة المحفوفة بالمخاطر. لقد كان القمر ملعبا للاكتشافات العلمية، حيث قدم رؤى لا تقدر بثمن حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي والكون. إن التدمير الافتراضي للقمر لن يحرمنا من جر سماوي فحسب، بل سيمحو أيضا مصدرا غنيا للبيانات والاستكشافات العلمية، وسيصبح سطح القمر المزين بالحفر والتكوينات الجيولوجية القديمة عالما لا يمكن الوصول إليه. ستضيع فرصة دراسة تاريخ تأثير القمر الذي يلقي الضوء على تواتر وحجم الاصطدامات الكونية، الأسرار المدفونة داخل ثرى القمر والتي تحمل أدلة على ماضينا الكوني ستبقى صامتة إلى الأبد. إن تدمير القمر من شأنه أن يدمر أحلام إعادة البشر إلى سطحه. ستشكل بقايا القمر تحديات لا يمكن التغلب عليها بالنسبة للبعثات المأهولة، مما يتطلب طرق دفع بديلة ومناورات مدارية معقدة. إن غياب القمر كنقطة انطلاق لاستكشاف الفضاء من شأنه أن يجبر البشرية على إعادة توجيه جهودها نحو وجهات أخرى، وستعيد وكالات الفضاء والمؤسسات الخاصة تركيز اهتمامها على استكشاف حدود جديدة مثل المريخ أو الكويكبات أو حتى الكواكب الخارجية. إن الدروس المستفادة من البعثات القمرية سوف تجد تطبيقات جديدة في مناطق مجهولة. يأخذنا السيناريو الافتراضي لانفجار القمر في رحلة عبر عوالم العلم والطبيعة والخيال، في حين أن عواقب مثل هذا الحدث مذهلة. فمن المهم أن نتذكر أن تأثير القمر على عالمنا يمتد إلى ما هو أبعد من وجوده المادي. إن تأثيره على المد والجزر وثقافتنا وأحلامنا متأصل في نسج الإنسانية. عندما نتأمل في عواقب انفجار القمر نكتسب تقديرا أعمق للترابط بين كوننا